خسفان تزيد في القيمة. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكيو هون ونستقبلوا لاعب مصباح الصانع اللي امضى كان البارح عقد في النادي الافريقي. مصباح على بيك. سلام خويا عم سليم، شنو احوالك؟ انت شنو الامور خويا؟ والله الحمد لله عاش برك الله. اول حاجه نقولوا مبروك، بارك فيك عاش. ومفاجأة شوية ما كناش نتوقعوا الصفقة. مكتوبك كيف صارت؟ احكي لنا بسرعة الأمور نتصور. أخويا مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين من هيك أفام إكسبريس. إكسبريس أفام وتحية زملاء في موزايك أفام ميساج. إكسبريس أفام وتحية لزملاء. عاش والله. شو الحكاية؟ معناها وقعت موسم في النادي الإفريقي، معناها قابل للتسجيل، معناها كانت الأمور، معناها لقيت ترحيب كبير من مسؤولين النادي. ما لقيتش معناها صعوبات برشا، معناها حكاية باش نتفاوضوا في العقد، وكانت الأمور سهلة برشا الحمد لله. معناها واحد معناها كتب له ربي وسناه باش يلعب في النادي الإفريقي جمعية كبيرة، وإن شاء الله ربي يوفقنا. شكون اتصل بيك؟ شكون كلمك مصباح؟ والله بدون ذكر الأسامي، معناها ما نحبش نذكر الأسامي، كلموني من مسؤولين النادي كل شيء، قالوا لي معناها اقترحوا عليا الفكرة، قلت لهم معلش لا، كان معناها فما مكتوب معناها واحد يلعب في النادي الإفريقي، جمعية كبيرة وكل شيء، علاش لا فهمت؟ وكما قلت لك معناها كان معناها تجاوب وترحيب كبير من المسؤولين وكل شيء، وقعت. أنا حتى التوقيع مع التفاوض ما بطاش برشا، ما بقى 10 دقائق 4 ساعة. فهمنا في كل شيء وكذا. اثناء الكلوب مش ولا بد الامور في البطوله ولا حتى في الكاس مصباح، ولو ان اليوم يلعبوا ماتش مع ايتوال مقابله كاس مشروع العام الجاي، ظهر لي فما مشروع كبير باش يصير في الكلوب وبرشا من اللاعبيه باش يجيو، هذا اغراك؟ والله لا مش هذا. احنا وانا يقول لك معناها مكتوب معناها كل شيء، كلموني المسؤولين كل شيء، ما عنديش حتى فكره معناها شكون الزوارات اللي باش تصحح كذا. واحد أنا هاني أول واحد معناها وقعت في النادي، ما نعرفش معناها جوالاتي جاية كل شيء، وكما قلت لك معناها بقيت معناها راحتي وواحد مرتاح كل شيء وقعت. باهي مصباح، أنت نعرفوك ولد مدنين، ولد الإتوال زادة، من الإتوال للكلوب، هل تغش عليك شوية جمهور الإتوال؟ والله خويا علاش باش يتغش؟ معناها هي فترة احتراف هذيا كل شيء، كان معناها كلموني جماعة الإتوال راني معناها مشيت الإتوال، أما معناها فهمت كلموني النادي الإفريقي وكاو فهمنا في كل شيء وكاو، خاطر فترة احتراف هذه معناها علاش باش معناها بيكون فيها غش ولا حاجة؟ فهمت كورة، هذه في النهاية كورة معناها ماهيش معناها صحيح. كنت ماشي رومانيا مصباح، ظهري حتى وقعت عقد ولا حاجة كيما هكا، وبعد علاش ما تمتش الصفقة؟ والله هي أنا معناها صححت معناها كنت في نادي النصر، معناها انتهى العقد بتاعي، معناها عقد موسمين، معناها بعد جات هذايا الوباء هذايا معناها كل شيء كورونا، واحد روح لتونس كل شيء، كلموني معناها كيب رومانية وقعت مع ستيوا بوخارست هكا. ستيوا بوخارست عقد موسم واحد قابل للتجديد. بعد معناها كانت شوية ظروف تاع حكاية فيزا وكورونا وإجراءات كل شيء، معناها من أفريل أنا نفح شهرين ثلاثة شهور، الناس معناها رجعت للكورة وكل شيء، وكلمت كيفاش من برا ما فماش تجاوب وكل شيء، فهمنا معناها باش نفسخوا بالتراضي وكل واحد يمشي على روحه. معناها قبل حتى ما يكلموني النادي الإفريقي معناها فهمت. خاطر واقفين هما ولا شنو بالضبط؟ والله ما نعرفش الظروف بالضبط معناها في النادي هذا بالضبط، على خاطر ممكن جاتني معناها فكره اللي هما معناها منعين من الانتدابات عندهم مشاكل اداريه حاجه في النادي، ما نعرفش معناها الظروف بالضبط، معناها فهمنا باش نفسخوا بالتراضي وخلاص. فهمتك. مصباح عندك امكانيات كبيره، مصباح ظهر لي الناس كل تشهد بهذا، ظهر لي ما تخول لك لعب حتى في احسن جمعيات في اوروبا، لكن ديما مسيرتك في الخليج كانت مركزه اكثر، هذا شو منك انت ولا علاش؟ والله ولو انه عملت تجربة في شامبيري في فرنسا. سؤال جاوبك عليه. والله اختيار معناه اختيار شخصي، هي فما عروض من عدة فرق أوروبية، اما هذا معناه اختيار شخصي، يعني خيرت معناه الفترة السابقة الكل معناه باش نلعب في الخليج، وتوا معناه فما واحد معناه الحين معناه في النادي الافريقي وكاو معناه معرفش ان شاء الله ربي يوفقنا وكاو فهمت. اوروبا مش من طموحاتك معناه ولا حاجة هكا؟
لا مش من طموحاتي، معناك هو كل واحد كيفاش معناه ينجم يسير حياته الرياضية معناه، والاختيار كيفاش يكون معناه فهمت في النهاية قرار شخصي وكهو. فهمتك. باهي آخر سؤال مصباح، المنتخب صفحة تويتر فمش عدول على الديسيزيون نتاعك؟ نعم ولا ما سمعتش بالله. قلت لك آخر سؤال، المنتخب صفحة تويتر فمش عدول على الديسيزيون اللي خذيتها كنت اعتزال؟ والله الجواب هذا ما نجمش نجاوبك عليه تو، خاطر خذيت قرار كله وكل شيء. أي. والله اعلم ما تدبرش الامور، الله اعلم. خاطر ما نعرفش انت كان سمعتها قبل ولا لا، كان معنا في مناسبه سابقه معاذ بن زيد قال كل مواد المنتخب والكل باش يرجعوا وما فماش حتى لاعب باش يمشي. والله كل واحد ما نعرفش، ما نجمش نفوتك، ما نجمش، ما عنديش سؤال معناها باش نجاوبك عليه تو. هذاك يجي وقت واحد ينجم ياخذ السيزون تاعو. صارشي على الاقل اتصال كلموك شي حاجه يحكيوا معاك؟ والله كلموني مرتين، كلمني مرتين سي معاذ وكلمني معناها باش نبقاو نقعدوا مع بعضنا، والتو معناها ما صار قابل. واضح، يعطيك الصحه. شكرا ليك مصباح وبالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك مع الفريق. الله يعطيك الصحه. عايش دونك مصباح الصانع اللاعب الجديد للنادي الافريقي نوصل لنهايه فير بلاي اليوم. شكرا على باشا في الاخراج، شكرا ادم المد في اللايف ستريمينج اللي امنه لكم على الباج فيسبوك نتاعنا. غدوه الموعد في نفس التوقيت من الطفل الخمسه في فير بلاي مع زميلي انيس الصحباني. اجمل تحيات.